بنسمع ناس كتير على طول بتشتكي من صداع، وبنشوف ناس كتير ماشية في الشارع قاعدة بتكلم في نفسها، وبنشوف كمان ناس كتير في عربياتها سايقة عربياتها، وكل شوية نفضل نضرب لهم كلاكسات ولا بيعبرونا ولا سامعيننا. حتى الأطفال في البيوت نفضل نناديهم، لا قاعدين في ركن على جنب كده ولا بيعبرونا ولا بيردوا علينا. تفتكروا كل دول ليه؟ أتاري كل دول حاطين سماعات في ودانهم. قالوا إن السماعات دي تم اختراعها سنة 1980 عشان كل واحد يسمع اللي هو عايز يسمعه غير ما يزعج اللي حواليه، ودلوقتي طبعا كل واحد ماسكها الكبير والصغير. الصوت بقى ما بيدخل جوه ودننا بيدخل على طول على خلايا حسية وعصبية في الأذن الداخلية، يحولها إشارات كهربية للمخ عشان المخ يترجمها الأصوات. المشكلة بقى لو الصوت عالي قوي 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 زي صوت الطيارات أو صوت سرينة الإسعاف أو صوت السماعات اللي انت ممكن تبقى قاعد وبتسمعها في الأفراح، المشكلة الصوت العالي ده بقى يدخل على طول بيأثر على الخلايا العصبية دي وممكن يدمرها، وللأسف لأنها عصبية فمش بتتجدد. مشكلة السماعات هنا بقى، انت تخيل السماعة حاططها جوه ودنك، يعني كل الأصوات دي داخلة على طول الأذن الداخلية وهتدمر الخلايا العصبية والحسية اللي قلنا عليها، بالذات لو انت بتعلي الصوت أو قاعد حاطط السماعة لمدة طويلة. ومشكلتها ايه كمان؟ لو انت مش بتنظفها أو بتستخدمها مع أخوك أو صاحبك كده بتبقى عرضة للإصابات بالبكتيريا ويحصل لك تلوث منها. بالنسبة للناس بقى اللي على طول حتى سماعات في ودانها بحكم شغلها أو بتتعرض لصوت عالي أو صوت شديد زي مثلا الموظفين اللي هم بتوع خدمة العملاء أو الكول سنتر، دول لازم يعملوا كشف دوري ولازم ينتبهوا لعلامات الخطر. يعني لو حسوا طنين في ودانهم أو زنة كده، أو لو حسوا بعدم توازن وهم ماشيين، أو لو حسوا برضو أن سماعهم بيقل، فورا على الدكتور عشان لازم يعملوا قياس للسمع. ويا ريت الرياضيين يخلوا بالهم وهم حاطين سماعات وهم بيلعبوا رياضه او بيلعبوا جيم، لان طبعا عشان الدوشه اللي حواليهم فبيعلوا الصوت قوي، فيا ريت ما يستخدموهاش وقت الرياضه. كمان يا ريت اوعى تنساها وانت نايم كتير قوي، واطفال كتير جدا بيناموا وطول الليل والسماعات في ودانهم، فكده بيتعرضوا لاصوات طول الليل كده وحش لودانهم. يعني الخلاصة يستحسن انك تشتري سماعات اللي بتتحط بره الودان، بلاش اللي جوه. كمان يستحسن تشتري حاجة يكون فيها فلتر، سماعة يكون فيها فلتر. وفي طبعا سماعات طالعة جديد اللي هي عندها خاصية انها تمنع الضوضاء اللي حواليك، فبالتالي ما بتضطرش انك تعلي الصوت. وفي قاعدة بقى لازم نطبقها اسمها قاعدة 60-60، ايه؟ ما تعليش الصوت اكتر من 60%، واوعى تستخدمها اكتر من ساعة في اليوم. ولكن الناس اللي برضو مصممة اكتر من ساعة، يبقى بعد كل ساعة لازم تفصل ولازم تريح قبل ما تستخدمها الساعة التانية عشان تستمتع بالسمع السليم ان شاء الرحمن. اللهم عافنا في سمعنا وبصرنا.